ناخد بالنا بقى ان في حاجه في التزوير اسمها التزوير المفضوع. التزوير المفضوع يعني لو انا مثلا جيت طلعت الخمسة جنيه دي وصورتها قبل ما اديها للاستاذ عبد الحفيظ الروم، هذا التصوير لا يقع به تزوير، لانه واضح من الصوره الضوئيه انها مصوره لورقه نقديه، ورغم انها سوداء لان الورقه النقديه لا يحل فيها الصوره الضوئيه محل الاصل، هذا تزوير مستحيل. انما هناك فيه انواع اخرى من التزوير المفضوع، يعني مثلا اكون انا مثلا عامل محرر نسبه زورا الى النقابه العامه للمحامين، انما الختم اللي محطوط عليه مكتوب نقابه شمال القاهره، يبقى هذا تزوير مفضوع. ليه؟ لان كل مطلع على المحرر هيكتشف للوهله الاولى ان البيانات المدرجه على المحرر لا تطابق الواقع، وبالتالي يبقى سهمي سيرد الي. ليه؟ لان التزوير سهل ان يكتشفه احد الناس فور الاطلاع على المحرر. صور التزوير المفضوع عديده، حينما انسب توقيع مثلا موظف اسمه فؤاد فواضح في الايه في الاسم بالعين المجرده انه الاسم المكتوب علي، هذا تزوير مفضوع لانه لا يستحيل بالرؤيه بالعين المجرده انه حي ايه حي ده يليق محل فؤاد. طيب ماذا لو كان الكشط اللي انا عملته فحر في الورق وساب اثار داله عليه؟ يبقى تستطيع او يستطيع القارئ بالعين المجرده انه يكتشف ان هذا الايه التزوير ان هذا المحرر مزور. وصور التزوير المفضوع لا تقع تحت حصر. ايه قيمه بقى التزوير المفضوع؟ قيمته انه اذا ما ثبت لا عقاب على التزوير المفضوع. ليه؟ لانه سهل لمن يتعامل او يتلقى المحرر ان يكتشف ما فيه من تزوير فيرد على الجاني قصده ولا تحقق الجريمه هدفها او غايتها. ليه برضو؟ اقول لكم ليه. تكيفها يعني، ليه انا حدي براءه؟ ليه القاضي يدي براءه لان التزوير مفضوح؟ لان احنا عندنا اركان جريمه التزوير هي كالاتي: تغيير الحقيقه، هذا الركن الاول، وطرق تغيير الحقيقه انا قلتها لحضراتكم فيها المعنوي وفيها المادي، وقلت لحضراتكم صور التزوير المعنوي وصور او الصور المتعدده للتزوير الايه المادي الذي قد يبدا بتزوير خاتم او توقيع او قشط او محو او اضافه او تحشير او اصطناع المحرر باكمله. يبقى هنقول بقى ايه الركن الاول في التزوير او تعريف التزوير، انه تغيير الحقيقه، ادي واحد. اثنين، في محرر يجب ان يقع هذا التغيير للحقيقه في محرر في ورقه، خلاص. ثلاثه، باحدى الطرق المنصوص عليها في القانون. ثلاثه، باحدى الطرق المنصوص عليها في القانون. هنلاقي في الماده 211 عقوبات صور التزوير المادي، وهنلاقي الماده 212 بتحيل على الماده 211 في جسم الجريمه او شكل الجريمه، وايضا في العقوبه المقرره، وهنلاقي في الماده 213 هنلاقي الايه صوره التزوير المعنوي بجعل واقعه مزوره في صوره واقعه صحيحه، وهنلاقي في الماده 214 215 صورة استعمال المحرر المزور. استعمال المحرر المزور وهي جريمة تؤثم بشرط أن يكون الجاني عالما بأن المحرر مزور، فإن جهل أن المحرر مزور فلا عقاب عليه لانتفاء القصد الجنائي. يبقى عرفنا دلوقتي تغيير حقيقة في محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون، أربعة بقى بعض الفقهاء بيحطوه ركن مستقل في جريمة التزوير، والبعض بيكتفي بأنه يعتبره جزء من الركن المادي،
أن يكون من شأن هذا التزوير إحداث ضرر، أن يكون من شأن هذا التزوير إحداث ضرر. كل الفارق بين المحرر العرفي والمحرر الرسمي أن الضرر مفترض في المحررات الرسمية، لأن كل صور التزوير في المحرر الرسمي يترتب عليها ضرر محقق، ألا وهو الإخلال بالثقة الواجب أن تتوفر لكافة المحررات الرسمية. يبقى كل صور التزوير في محرر رسمي، حتى اصطناع محرر ليكون مظهره محرر رسمي، إنما تقع بها الجريمة ويتحقق ركن الضرر أو عنصر الضرر حالة كون المحرر الرسمي يجب أن يعطى في ذاته الثقة والحماية الواجبة حتى لا تهتز الثقة في هذه المحررات الرسمية.